احنا تبنينا مستشفى لما كانت فكرة على الارض، كانت ارض حتى ما كناش خدنا الارض، وذهبنا الى المسؤولين عشان ناخد الارض وخدناها بفضل الله وبفضل مشروع من ايام قلنا اتبرع ولو بجنيه، الى وقتنا هذا ما شاء الله انتوا شايفين صار عالمي بنجاح، عشان بفضل زي ما قلنا ان في اخلاص، في امانه، في اداره ناجحه، في مؤسسات مجتمع مدني، وكل طفل ساهم ولو بجنيه هو شريك في المستشفى دي في العمل الخير العظيم ده.